عرفها الجمهور بخجلها ورقتها وملامحها الجميلة التي تزينها غمستين في خدها. إنها الرقيقة الجميلة الفنانة مديحة سالم، فهي منى الفتاة المراهقة ابنة صلاح ذو الفقار في فيلم أغلى من حياتي، وأيضا هي المرأة الرقيقة زوجة يوسف فخر الدين في فيلم لصوص لكن ظرفاء. فالفنانة مديحة سالم كانت تحمل رحيق زمن الفن الجميل حتى في آخر أيامها برومانسيته وعذوبته، فأحبها الجمهور لصدق أدائها على الشاشة بدون تصنع منها. ورغم اعتزالها الفن في عمر صغير واختيارها الابتعاد عن الأضواء، إلا أن أعمالها الفنية والتي تعرض من حين لآخر تجعلنا نتذكرها ونستمتع برؤيتها على الشاشة. الفنانة مديحة سالم من مواليد 2 أكتوبر عام 1944 في القاهرة، واسمها الحقيقي فاطمة ليثي محمد. حصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات في الزمالك، لكنها انقطعت عن التعليم مع وفاة والدها. بدأت مسيرة الفنانة مديحة سالم الفنية وهي في عمر 17 دون دراسة للتمثيل، معتمدة على ما اكتسبته بالمسرح المدرسي، الأمر الذي جعل فوزها بأحد الأدوار أمر صعب. اكتشفها المخرج محمود ذو الفقار وفتح لها أبواب الشهرة ورشحها لدور في فيلم المراهق الكبير عام 1961 مع هند رستم وعماد حمدي ليكون أولى خطوتها في عالم التمثيل. ولكن لم تكن الموهبة وحدها هي سر ترشيح الفنانة مديحة سالم في الأفلام، بل لعبت ملامحها البريئة وطابعها الرومانسي الحالم دورا في استمرارها بالمشاركة في الأعمال الفنية بالرغم من صغر سنها. ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها الفنانة مديحة سالم كان فيلم أم العروسة عام 1963 بطولة عماد حمدي وتحية كاريوكا، وجسدت فيه شخصية نبيلة شقيقة البطلة التي لعبت دورها الفنانة سميرة أحمد. انحصر ظهورها في الأدوار الثانوية ولم تحصل على دور البطولة في عمل سينمائي، وشاركت في أفلام عدة منها أو من حواء، لصوص لكن ظرفاء، ملكة الليل، العريس يصل غدا، الراجل ده هيجنني، مذكرات تلميذة، هي والرجال. ولقبت الفنانة مديحة سالم بعدة ألقاب كان أشهرهم مراهقة السينما المصرية وقطة السينما، وتمردت على الأدوار الرومانسية لتقدم الشخصية الجادة كما في فيلم الناس والنيل مع سعاد حسني، وفيلم ملكة الليل مع هند رستم، وفيلم حب وكبرياء مع نجلاء فتحي. ويعتبر فيلم الأشجار تموت واقفة هو آخر أعمالها السينمائية عام 1980 مع مديحة كامل وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي. قامت الفنانة مديحة سالم ببطولة المسلسل الإذاعي الشهير داليا المصرية، والذي تناول صفحة مهمة من ملف المخابرات المصرية وتحول إلى مسلسل تلفزيوني شاركت فيه بطولته مع صلاح ذو الفقار وحسن يوسف عام 1982، كما قدمت العديد من المسلسلات ومنها القط الأسود، هارب من الأيام، سيداتي أنساتي، الليلة المعودة. بعد مسلسلها الرجل والحصان عام 1982 مع محمود مرسي وهدى سلطان، أعلنت الفنانة مديحة سالم اعتزالها الفن واختارت أن تكمل مشوارها كزوجة مع رفيق حياتها، لتعود بعد سنوات طويلة مرتدية الحجاب وتقدم عددا محدودا من الأدوار الدينية، آخرها المسلسل الديني القضاء في الإسلام عام 2000 مع زهرة العلا وعبد الغفار عودة وسمير عبد العزيز. وصرحت بوسي صلاح ابنة الفنانة مديحة سالم أن قرار عودة والدتها للتمثيل مرة أخرى من خلال مسلسل القضاء في الإسلام عام 2000 جاء بعد إقناع أحد صناع هذا العمل لها بالعودة بشكل مؤقت للتمثيل ثم الاعتزال النهائي. تعرفت الفنانة مديحة سالم على زوجها أثناء عملها في فيلم أم العروسة، وقام زوجها بتوصية الفنانة تحية كاريوكا لخطبتها. لديها ابنة وحيدة واسمها بوسي صلاح، وهي تعمل في المجال الإذاعي بالبرنامج الأوروبي، وأشارت إلى أنه في لصوص ولكن ظرفاء كانت والدتها حامل فيها خلال هذا الفيلم، لذلك كانت ترتدي الفساتين الواسعة. كانت الفنانة مديحة سالم تتذكر جميع ما مرت به من مواقف حزينة طوال حياتها، وكان ذلك دائما يؤثر بطريقة سيئة على حالتها المزاجية والنفسية، وكان للفنانة موقف يعتبر الأصعب في حياتها، وكلما تذكرته حزنت حزنا شديدا.
وقد صرحت عنه في حوار قديم لها نشر في مجلة الكواكب عام 1966. وقالت: كانت لي شقيقة صغرى تدعى فكرية، وكان عمرها حوالي 5 سنوات، وعندما كانت تلعب في الشارع أغمى عليها وسقطت على الأرض وتوفيت بعدها بفترة صغيرة. وحدث للفنانة مديحة سالم وقتها حالة من الذهول والدهشة بسبب سنها الصغير الذي لم يكن معتاد على مواجهة مثل هذه المواقف، فلجأت مسرعة إلى أبيها تحكي له ما حدث لأختها. لكن صدمتها الكبرى كانت من رد فعل والدها في ذلك الوقت، والذي أظهر عدم اهتمامه وتأثره بوفاة ابنته. فمن المفترض أن يكون تصرف الأب في مثل هذا الموقف هو البكاء والصدمة والحزن على ابنته. وحزنت الفنانة مديحة سالم وقتها بسبب تصرف أبيها غير المتوقع، ولم تقدر أن تبوح له بشعورها وهي تحاول تكذيب كل ما حدث. وعندما سأل أحد المذيعين والد الفنانة مديحة سالم عن هذا الموقف لم ينكر ردة فعله، موضحا أن فكرية لم تكن أول ابنة تموت من أبنائه، وكان غرضه من ردة فعله أن يعلم أبنائه ألا يقلقوا ولا يخافوا من شيء، بل في هذا اليوم قام وحضر لهم العشاء وقلبه يعتصر ألما وحزنا على وفاة ابنته. وخلال الأشهر الأخيرة من حياة الفنانة مديحة سالم اشتد عليها أمراض الجهاز التنفسي والرئة، ورغم حالتها الحرجة فقد رفضت دخول المستشفى، وقالت للمقربين منها: عايزة أموت في البيت. لكن مع تدهور حالتها الصحية اضطرت ابنتها إلى نقلها لأحد المستشفيات الخاصة، وما هي إلا أيام حتى لفظت الفنانة مديحة سالم آخر أنفاسها في يوم 19 نوفمبر من عام 2015 عن عمر يناهز 71 عام. ووسط حضور فني ضعيف شيعت جنازة الفنانة الراحلة من مسجد الحمدية الشاذلية، وشارك في تشييعها عدد من الفنانين وهم سمير صبري ودلال عبد العزيز ووفاء عامر ورجاء الجداوي وسامح السريتي وسيف عبد الرحمن.